أبيا هذا عيب هذا عار سوريا تحت الحصار هذا عيب هذا عار سوريا تحت الحصار وهذا عيب هذا عار سوريا تحت الحصار يا ممارسة إجرامية عقوبة أمريكية ممارسة إجرامية عقوبة أمريكية ممارسة إجرامية عقوبة أمريكية ممارسة إجرامية عقوبة أمريكية أمريكا عدوة الشعوب فينا 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 بالحروب أمريكا أمريكا عدوة الشعوب فينا 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 بالحروب والحصار واسم ضعاف سوريا بلاد الأحرار والإرهاب واسم ضعاف سوريا بلاد الأحرار والحصار واسم ضعاف سوريا بلاد الأحرار طرد الأمريكان يا أحرار والإمكان ولا سيول الأمريكان يا أحرار والإمكان ما اللي بغينا نمروا منها هي اولا ان الشعب السوري كيعيش واحد المحنه استثنائيه 12 سنه ديال الحرب 12 سنه ديال التقتيل اعتداءات صهيونيه اعتداءات امريكيه الحصار اللي مضروب على سوريا بدون يعني غير شرعي طبعا غير قانوني لانه ما سنتوش الامم المتحده سنته الولايات المتحده من طرف واحد ثم ما يعانيه اليوم امام الكارثه ديال الزلزال بحيث انه كان كاين الملكيين من طرف عدد ديال الانظمه وخاصه العربيه بحيث انه الاغلب ساعد الشعب التركي اللي كنعتبروا انه يستحق المساعده في هذه النازله لكن ايضا الشعب السوري يستحق المساعده وللاسف ما دارش ما يكفي من المساعدات للشعب السوري بحال اللي دارت للشعب التركي وتاكدوا اولا التعازي ديالنا لا للشعب السوري ولا للشعب التركي وتعتبروا انهم جوج كيستحقوا المساعده لكن للاسف ان المساعدات مشات بشكل قوي للشعب التركي وما مشاتش للشعب السوري فالمغاربه ما يمكن الا يتضامنوا هذه من الخصال ديالهم ومن الشيم ديالهم ودائما المغاربه كانوا كيتضامنوا مع الشعوب اللي كتعيش محنه ولكن كنستغربوا ان هاد المره الحكومه ديالنا ما رسلت لا تعازي لا وسائل ديال الدعم والاغاثه كيمولفه كديرها مع جميع شعوب العالم الحكومه هاد المره المغربيه للاسف ما ترجماتش القيم والاخلاق النبيله وقيم المغاربه لان المغاربه ينجدون اللي في وضع كارثي والمظلوم في اي وقت ومتى كان ذلك ممكنا اذا الوقفه ديالنا هي جايه في هذا السياق هي رساله من الشعب المغربي للشعب السوري ديال التضامن وايضا هو احتجاج وصرخه في وجه الحصار المضروب على سوريا واللي هو حصار ظالم. وفاء بدري رئيسة فرع وجدة للهيئة المغربية لحقوق الإنسان. حضور اليوم في الوقفة للتضامن مع الشعب السوري ضد الحصار هي وقفة من أجل صرخة حق. بغينا نقولوا من خلالها أنه كفى من الحصار المضروب على سوريا، كفى من السياسات اللي هي سياسات دولية كتنهجها الجهات المتحكمة في الاقتصاد العالمي من أجل استنزاف الخيرات الشعوب. حصار الشعب السوري البطل اللي استمر منذ سنوات كيأكد على أن سوريا بلد العروبة، سوريا بلد الإنسانية، سوريا بلد المقاومة والممانعة. لا يمكن أن تقف إلا إجلالا لها، أن تقف تقديرا على تضحيات شعبها العظيم من أجل التحرر، من أجل إثبات أن الشعب السوري هو شعب الثقافة، شعب الرقي، شعب الحضارة، وأن الحصار والتكالب ديال القوى الإمبريالية وعلى رأسها أمريكا والربيبة الصهيونية لا يمكن أبدا أن يأخذ ولو جزء قليل من العزيمة ديال الشعب السوري. عبد العاطر بيعا عضو المكتب السياسي لفدارة اليسار الديمقراطي حزب فدارة اليسار الديمقراطي. بالنسبة لهذه الوقفة اللي كتنظمها الحملة الشعبية المغربية لدعم الشعب السوري كتنظم في إطار ما يعيشه اليوم الشعب السوري نتيجة سواء من جهة الأوضاع اللي خلفها زلزال مدمر اللي ضرب كل من سوريا وتركيا وخلف يعني واحد الحالة إنسانية اللي هي خطيرة جدا، ثم أيضا نتيجة الحصار اللي كيعيشه الشعب السوري منذ مدة طويلة نتيجة الحصار المفروض من طرف القوى الإمبريالية بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية منذ ما يزيد عن تقريبا عقد من الزمن
منذ سنة 2011، وأيضا هذا خلق واحد أوضاع اقتصادية واجتماعية اللي كيعاني منها الشعب السوري قاطبة، وقد أدت إلى أوضاع اللي هي خطيرة جدا. من جهة ثالثة، السبب الثالث هو أنه اليوم كنشوفوا المنتظم الدولي يعني يتعامل مع هذه القضايا الإنسانية بواحد الازدواجية اللي هي خطيرة جدا. هذه الازدواجية اللي تمثلت في أنه كان دعم لتركيا من طرف المنتظم الدولي، في أنه غاب هذا الدعم على الشعب السوري، واللي يعني بالتالي كننظموا هذا الوقفه اليوم، ماشي فقط المغرب بوحدو اللي كننظم، يعني كننظم في مجموعه من العواصم عبر العالم بشكل موحد في الزمان اللي هو اليوم، ولكن مختلفه كما قلت في المكان، مجموعه من العواصم ديال العالم، باش انه نطالبوا بوقف الحصار من جهه اللي مفروض على الشعب السوري، ومن جهه ثانيه وانه يكون واحد دعم انساني مباشر باش انه نقدروا نستاجبوا الاوضاع الانسانيه الخطيره اللي كيعيشها نتيجه الزلزال. المهم حنا اليوم في اطار الحمله الشعبيه المغربيه لدعم الشعب السوري، غادي ننظموا واحد الوقفه هنا قدام البرلمان، وهي وقفه ماشي يعني موحده في الزمان متفرقه في العواصم، كاين عواصم اخرى في امريكا، في اوروبا، في كندا، في الشرق الاوسط، غادي دير نفس الوقفه. الهدف ديالو كله كينصب على رفع الحصار الامريكي الاقتصادي الذي يسمى بقانون قيصر، اللي كيدير واحد الحصار اقتصادي جائر على سوريا دولة وشعبا، يعني جميع الدول اللي تقدر تتعامل مع سوريا كتعرض للعقوبات. وميريكان حنا كنعرفوها متحكمه في صندوق النقد الدولي، في البنك العالمي، في التجاره العالميه، الدول المجاوره لبنان والاردن حتى هي كتعرض للعقوبات، لان ما يمكنش تتعامل مع سوريا في قضيه اجترار او جر اجترار النفط الغاز السوري المصري عن طريق سوريا لبنان. ميريكان وقفت ومنعته. علاش لبنان دابا في دوله مفلسه؟ علاش؟ لانها مجاوره لسوريا وكتدعم سوريا. اذا حنا في هذا الاطار هذا كنعملوا على رفع هذا الحصار الجائر. وفين تبين هذا الحصار الجائر؟ ما كانش معروف، لانه تطبق على سوريا، طبقت الولايات المتحده الامريكيه في 2019 على سوريا دوله وشعبا. علاش؟ لان سوريا كانت مرت بواحد 10 سنين ديال الحرب اللي تحالفوا عليها جميع الدول تقريبا في العالم، بما فيهم الدول الخليجيه، تركيا، ودخلوا لهم جميع انواع الارهابيين في العالم. مني ما تدمرت سوريا وقدرت تصمد من خلال الحلفاء ديالها ايران وروسيا والعراق، ميريكان طبقت عليه هذا الحصار الجائر باش سوريا ما يمكنش تعيش مره اخرى، يعني ما يمكنش يوقع اعاده الاعمار ديال سوريا. وسوريا دوله عريقه ودعمت الثوره الفلسطينيه، دعمت المقاومه الوطنيه اللبنانيه، ولذلك امريكا والحلف ديال الصهيوني والغرب الاستعماري ينتقموا من سوريا بمواقفها القوميه. وما تنسوش تابوناو معنا فلاشين وتتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.